فات هنا الفوق في عين دريسي مدينة الصعب الورد. زيد شوية للصوب زيد. كنهبط من هنايا كنهبط من هنايا كنحسبوا هذه الطريق ساعة كان كيلعب به الحافلة كانت كتلعب به وبالتالي من لعبت به كانوا ثلاثة أشخاص هما اللي كانوا راكبين تقاصوا واحد شوية ودابا راه كنهبط من هنايا بغا يهبط من هنا في التلج كلبس فيه كيبقى كيلعب به واحد الساعة المكانة كتقلب به. ما وقع ما وقع هذا الشيء هذا الحمد لله على لطف الله اللي جات الأمور تتشوه بأن السكينة كبيرة والقضية ديال المدارس بأن مدرسة شوقي مدرسة المغرب العربي وهالطريق ماشي هي الرئيسية ماشي هذه بأن مخالفة حتى القانون ماشي ديال الطوبيس الطوبيس ما عمرو طلع من هنا ما عمرو هبط بأن حتى هو الأول خارق خدامين بالطروات وبالتالي غادي بطريق ماشي ديالو والحمد لله على لطف الله اللي ما وقع شي بأن ما كانت عرفتي هالطريق هالطريق هذه ماشي ديالو ماشي ديال الطوبيس وكاين بان ناس نقلوهم للمستشفى ونطلبوا الله تعالى عز وجل بس تكون الاصابه خفيفه وتكون الامور ديالهم بسلام والحمد لله على هذه الكارثه اللي جات راه كارثه عظمه واللي جات بان بهذا الشكل هكا راه ما تصابوش الخسائر كثيره وما كاينش بعض الارواح يتقوا الله فينا يتقوا الله في الناس في السكينه ديال فاس يتقوا الله بان في المصير ديال هاد الشباب بان هادو ماشي طوبيسات هادو غير طروات وخطر للركبه فيهم وخا ما يوقعش الحادث بان مشكلين علينا خطر كبير.